في نهايات القرن ال19 توسعت أحلام إيطاليا الاستعمارية واحتلت إريتريا لحد نص القرن ال20. وفي العاصمة أسمرة من أب عسكري إيطالي اسمه فيتوريو فاسالو وأم إريتريا اتولد لوتشيانو، وبعده بخمس سنين إيتالو. ومن اللحظة الأولى ليهم في الدنيا الرفض كان مصيرهم مهما حصل. إيطاليا زي أي مستعمر رفضت الاعتراف بأبناء الجندي، والأم رفضت لأنهم أبناء الشيطان بسبب أن ولادها من أصحاب البشرة الملونة. نعم، هذا ابن الشيطان، عندما ينظر إلي بعيون غريبة أشعر بالخوف. ده كلام لوتشيانو لما بيتكلم عن رفض أمه الاعتراف بيه هو وأخوه. لكن الرفض ده كان بداية البحث عن منفذ للهروب منه، والكورة كانت هي الملجأ ده. لعب لوتشيانو الكورة في الشارع، ومن هنا التقطته عيون الكشافة عشان ينضم لنادي جي اس أسمرة الإريتري مقابل 600 دولار إثيوبي، ومنه انتقل لفريق القطن الإثيوبي. وفي سنة 1962 تقرر استضافة إثيوبيا للنسخة الثالثة من أمم إفريقيا، ولكن الوضع ما كانش مبشر. منتخب إثيوبيا شارك في أول نسختين من البطولة، وفي المرتين ما سجلش أي جول. عشان كده تدخل الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي وكلف يدينكا تشيو تسيما أحد نجوم الكرة بتشكيل فريق قوي علشان المنافسة على كأس البطولة اللي هتتلعب في بلده. تسيما بعد ما مسك المنتخب كان أول قراراته سحب إشارة القيادة من لوتشيانو، ومعاملته هو وأخوه إيتالو بشكل مختلف عن البقية تماماً. والسبب معروف، دول ولاد الشيطان، أصحاب البشرة الملونة. لكن تدخل واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ إثيوبيا من جيستو واركو، ووقف قدام قرار المدرب علشان يفضل لوتشيانو قائد للمنتخب في أمم إفريقيا. لوتشيانو بيقول عن مدربه في إثيوبيا، كانت سيما لا يحب الإريتريين وعهد إلى التفرقة بيننا وبين الإثيوبيين. هدفين من لوتشيانو ضد تونس ساهموا في الفوز عليها 4-0 في نص النهائي. وفي النهائي وقبل دقائق من الخسارة قدام مصر سجل واركو التعادل علشان يفتح الطريق في الوقت الإضافي لفوز بلاده، بعد ما سجل إيتالو الثالث وبعديه جي الجول الرابع. توج لوتشيانو بلقب أفضل لاعب في البطولة، وطلع بنفسه للإمبراطور هيلا سيلاسي علشان يستلم الكأس للمرة الأولى والأخيرة لحد دلوقتي في تاريخ إثيوبيا. لوتشيانو قال عن الفوز بأمم إفريقيا، أصبحت رمزاً للشعب الإثيوبي منذ ذلك اليوم، كان نصراً يمثل لي الكثير على المستوى الشخصي، حظيت باحترام عام من الجميع. لكن في سنة 1974 حصل انقلاب عسكري في إثيوبيا وأطاح بالإمبراطور، والنظام الجديد اعتبر لوتشيانو وإيتالو أتباع النظام الجديد، وكمان هم مش ولاد البلد، دول أولاد الشيطان من إريتريا. وبناء عليه تمت إقالة لوتشيانو من منصبه كمدرب لمنتخب إثيوبيا، والشرطة قبضت عليه في ورشة السيارات بتاعته وسجنوه. بيحكي لوتشيانو عن الواقعة دي وبيقول، توقعت أن يتم قتلي، ولكن لحسن الحظ الضابط كان يحبني بسبب ما فعلت في كأس إفريقيا، لذا تركني أرحل، وهنا قررت مغادرة إثيوبيا. واضطر لوتشيانو يقوم برحلة خطيرة، سافر للحدود مع جيبوتي وراح لمصر ثم لروما علشان يكتب نهاية رحلته مع الرفض في إثيوبيا. أما إيتالو ففضل يعيش في إثيوبيا لحد ما إريتريا حصلت على استقلالها من إثيوبيا، ورجع أسمرة يعيش فيها. وبرر إيتالو رفضه لترك إثيوبيا وقال، أحب إثيوبيا كثيراً، أعطيت الكثير لها وللشعب، وأعرف الكثير عن الفخر بها وتكريم العلم قبل أن يولد كل من هم متواجدين حالياً في السلطة. وبسبب نزاع عسكري اندلع بين إثيوبيا وإريتريا تم محو كل شيء يتعلق بإنجاز 1962، خاصة أن 9 لعيبة من الجيل الذهبي ده كانوا من أصل إريتري.
لدرجة أن رئيس اتحاد الكرة الإثيوبي جويندي باشا نشر صورة للحظة تسليم كأس أمم إفريقيا 1962 وعلق عليها المهاجم التاريخي الإثيوبي مينجستو واركو يتسلم كأس أمم إفريقيا عام 1962 من الإمبراطور هيلاسي وتجاهل بشكل واضح تواجد لوتشيانو. كمان منتخب إثيوبيا لحد النهاردة هو واحد من المنتخبات اللي محتفاش بالتتويج الإفريقي بوضعه نجمة على قميصه. وفي سنة 2013 تأهل منتخب إثيوبيا لأمم إفريقيا بعد سنين من الغياب، وتسأل لوتشيانو هتشجعهم؟ فرد وقال لماذا أشجعهم؟ هذا البلد ردت الدين لي بشكل سيء، أنا أكثر من لعبت مباريات مع المنتخب والهداف التاريخي وأكثر من ارتديت شارة القيادة والوحيد الذي رفع كأس إفريقيا في تاريخهم، والرد كان بأخذ ممتلكاتي. وفي النهاية حصل لوتشيانو على جزء من حقه بعدما اختاروا الاتحاد الإفريقي مع زميله مينجستو واركو ضمن أفضل 50 لاعب في القارة في القرن الماضي.